وفي مثل هذا اليوم من سنة 72 و300 للهجرة الموافقة لسنة 82 و900 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. ذكر حجاج العراق خبر وفاة أمير البطيحة الحسين بن عمران بن شاهين، ثاني أمراء بني شاهين أصحاب البطيحة بين دجلة والفرات. ولي الإمرة بعد وفاة أبيه سنة 69 و300 للهجرة. طمع به عروض الدولة بن بويه، وجه جيشا لقتاله، لكن الحسين تمكن من هزيمته. تصالحا على مال يقدمه الحسين لعروض الدولة، أسده أخوه محمد وقتله وتولى الحكم بعده. ذكر حجاج العراق خبر وفاة السلطان عضد الدولة بنا خسر البويهي، ثاني سلاطين الدولة البويهية في العهد العباسي، تولى أصفهان وشيراز وبلاد الكرج بعد وفاة عمه عماد الدولة، ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة، وأول من خطب له على المنابر بعد الخليفة العباسي. عمر القناطر وجسور وبنى سورا حول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي ببغداد عن عمر ناهز 47 سنة ودفن في النجف. ذكر حجاج الأندلس خبر وفاة الوزير جعفر بن عثمان المعروف بالمصحفي، وزير أديب أندلسي من كبار الكتاب، أصله من بربر فرنسيا، استوزره الخليفة المستنصر الأموي إلى أن مات. ولي جزيرة مايوركا في أيام الناصر الأموي، لما تولى الناصر الخلافة استوزره وضم إليه ولاية الشريطة. تولى الحجاب في عهد الخليفة هشام المؤيد بن الحكم وتصرف في أمور الدولة. قوي عليه المنصور بن أبي عامر بسبب خدمته لصبح البشكنسية أم هشام المؤيد، اعتقله وضيق عليه، واستعطفه جعفر شعرا ونثرا، لكن المنصور لم يرق له بل صادر أمواله، ثم قتله وبعث بجسده إلى أهله. وذكر حجاج صقلية خبر وفاة الأمير علي بن الحسن بن علي الكلبي من أمراء صقلية، تولى الحكم بعد ذهاب أخيه أحمد لقيادة أسطول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي سنة 60 و300 للهجرة. عمر البلاد وكان عادلا حسن السيرة. دخل الأراضي الإيطالية وقابل بجيشه جيش الأمبراطور الألماني أوتو الثاني بمعركة ستيلو بولاية كالابريا، فهزمهم، لكنه قتل بتلك المعركة ودفن في صقلية. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 46 و1000 للهجرة الموافقة لسنة 35 و600 ميلادية، خارطة العالم الإسلامي. بدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في المشرق كانت دولة أباطرة المغول في الهند، وعليها نور الدين التيمورلنجي، دولة ملوك أجا في سومطرة، وعليها إسكندر مودا، دولة خانات خيوا ما وراء النهر، وعليها أسفنديار بن عرب محمد العرب شاهي، دولة الجانيين ما وراء النهر، وعليها إمام قلي بن دين محمد الجاني، دولة شاهات إيران في فارس، وعليها صفي الأول الصفوي في عمان، كانت دولة اليعاربة، وعليها ناصر بن مرشد اليعروبي. في المغرب كانت دولة الأشراف السعديين، وعليها الشيخ محمد الرابع بن الناصر السعدي. كانت الدولة العثمانية في الأناضول والبلقان ومصر والعراق والشام والشمال الإفريقي، وعليها السلطان مراد الرابع. وكانت السلطات العثمانية قد عدمت فخر الدين المعني الثاني أمير المعنيين في لبنان. الإمارة المعنية، يعود نسب المعنيين إلى الأمير معن بن زائد العدناني، كانوا من سكان جزيرة الفراتية، رحلوا إلى الديار الحلبية، شاركوا في محاربة الصليبيين، ثم انتقلوا إلى الشوف بأمر من تختكين حاكم دمشق. كان بداية تأسيس الإمارة على يد الأمير فخر الدين المعني الأول، الذي انحاز إلى السلطان العثماني سليم الأول وناصره ضد المماليك في معركة مرج دابق.
كفاه السلطان بمنحه لقب سلطان البر. لما حاول فخر الدين توحيد المنطقة وتنميتها انقلب عليه السلطان وأرسل من يقتله سنة 51 للهجرة. تولى بعده ابنه الأمير قرقماز الذي قوي نفوذه. طلب العثمانيون والي مصر محمد علي بقتاله وأرسل حملة بقيادة إبراهيم باشا. حاصرت قرقماز ومات مختنقا في إحدى المغاور في سنة 98 للهجرة. تسلم فخر الدين الثاني الإمارة. بعد أن استتب الأمر لفخر الدين فكر في التحالف مع الأوروبيين ضد العثمانيين. عقد اتفاق تعاون عسكري ومالي مع فرناندو ملك توسكانا الإيطالية. بدأ فخر الدين بالتوسع شمالا وضم مناطق سلامية وحمص وحماة، ثم امتد نفوذه ليشمل كامل سوريا ولبنان وفلسطين. خشيت الدولة العثمانية من تعاظم نفوذه، حيث أرسل حملة بحرية بقيادة جعفر باشا للغرض ذاته. ثم وقع فخر الدين أسيرا سنة 45 للهجرة وأرسل إلى إسطنبول. فأمر السلطان بإعدامه وبذلك انتهت الإمارة المعنية بعد أن دامت نحو 123 سنة. وفي مثل هذا اليوم من سنة 80 للهجرة الموافقة لسنة 96 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وفاة الشاعر بيرام التونسي. ولد بالإسكندرية، كان جده مصطفى أول من نزح من تونس إلى الديار المصرية. تعلم في مسجد محلي، افتتح دكان بقالة استهوته قراءة الكتب، أصدر نشرة باسم المسلة أصادرتها الحكومة. مضى مازجلا تحكم فيه على الملك فؤاد وابنه فاروق، فأثار غضب القصر الملكي أصدر عددا من نشرة سماها الخازو فصودر. نفي إلى باريس وعانى الفقر المطلق. كتب الكثير من المسرحيات الغنائية ونصوص الأغاني التي غناها كبار مطربي ومطربات عصره، منها الأولى في الغرام لأم كلثوم اللي هي بنفسج لصالح عبد الحي وغيرهم كثير. وفي بالإسكندرية عن عمر ناهز 68 عاما. وفاة الملك محمد الخامس. بويع له بعد وفاة والده سنة 46 للهجرة. كانت البلاد تحت الاحتلال الفرنسي. اتصل في الخفاء بأصحاب الأفكار التحررية في بلاده. تألفت في عهده كتلة العمل الوطني وبرز حزب الاستقلال، فكان محمد الخامس ممن أقسم له اليمين سرا، فخلعه سنة 72 للهجرة ونفوه إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر، ونصبوا على العرش محمد بن عرفة. وبنفيه حدثت ثورة عارمة في المغرب استمر سنتين. عاد الفرنسيون إلى مفاوضته ثم اضطروا لإعادته، وأعلن استقلال المغرب سنة 75 للهجرة. توفي بعد عملية جراحية عن عمر ناهز 50 سنة.